منذ 9 سنوات تتردد علا عبد القادر خريجة كلية الآداب على هذا المكان بحثا عن وظيفة، لكنها كسابقاتها تصاب بخيبة أمل، فلا توجد وظائف، بل صدر قرار بوقف التوظيف إلى أجل غير مسمى. هنا في مقهى شعبي تتقاسم علا هموم البطالة مع بعض رفيقاتها اللائي قررن الالتحاق بكلية الدراسات العليا استثمارا لوقت الانتظار الطويل. أنا واحدة من الناس ما لقيت الشغل بيناسبني، اشتغلت قبل كده لكن بطلت الشغل لأنه ما الحاجة بتناسبني وما الحاجة بقدر أصرف فيها إمكانياتي بالضبط. علا ليست سوى حالة تمثل تطلعات نحو 9 ملايين سوداني يبحثون عن العمل، جلهم من الشباب. الجهات الرسمية في السودان لا تقدم حلولا جذرية باستثناء بعض المبادرات. نحن بنميل لثقافة الوظيفة أكثر من العمل الحر، ودي بمجموعة من المحاور أهمها أنه يتوفر التدريب للخريجين الراغبين في العمل الحر، وبعد ذاك بنوفر لهم التمويل. تقدر الأرقام الرسمية نسبة البطالة بنحو 26%، لكن البطالة في القطاع الخاص أكثر تعقيدا. السودان فيه قوة عمل 29 مليون نسمة، دي القادرين للعمل، لكن 29 مليون نسمة ديل فيهم 28.9 ديل عطلين عن العمل كومبليتلي، أو ديل الشباب اللي قاموا بالثورة، وديل اللي ينبغي يخاطبوا بأي برامج سياسية واقتصادية، بيمثلوا 9 مليون نفر. قضية البطالة كانت حاضرة في أجندة الثورة السودانية التي أطاحت بنظام البشير. آلاف الشباب الذين تخرجوا في الجامعات وجدوا أنفسهم يواجهون مصيرا مجهولا وسط عجز الاقتصاد عن حل أزمتهم على المدى القريب، لتظل قضيتهم قنبلة موقوتة كون العمل أساس الحياة الكريمة لشباب طامح صنع ثورة وينتظر ثمارها. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطوم.